مقولة 10% وش هي؟ حقيقة، خرافة، خيال، شنو هي؟ درس المفكر ويليام جيمس سنة 1890 حالة لطفل سمي بالطفل الواجدة بحكم استطاعة هذا الأخير القيام بأعمال من استحالة قيام أي طفل في سنه بها. استنتج المفكر الأمريكي أن الإنسان أو دماغ الإنسان يستخدم فقط 10% من قدراته. لنقم أولا بشرح بسيط للدماغ. الدماغ هو أعقد شيء في الكون، نعم، إذ أنه يزن فقط 2% من إجمالي وزن الجسم ويستهلك 20% من طاقته. أما عند الرضع فهو يستهلك 60% من طاقة أجسامهم. وفي عام 1936 لخص الكاتب لويد تومس هذه الجملة في كتابه How to Win Friends and Influence People. هذا الكتاب حقق عدد جد مرتفع من المبيعات رغم أنه لم يستند لأي أسس علمية أو طبية، والسبب يرجع إلى أن تلك الفترة كانت فترة حراك للتنمية البشرية والسيلف هيلب. لكن تسببت مفردات هذا الكتاب بخلق مفاهيم جد مغلطة للناس حول أن الإنسان يستخدم فقط 10% من قدراته. أما الجانب العلمي لهذه النظرية هو الفهم المغلوط لتركيب الدماغ، حيث اعتقد البعض أن 10% هي عصبونات مسؤولة عن التفكير والتساؤل واتخاذ القرارات. أما 90% المتبقية هي خلايا ذبقية تساعد الخلايا العصبية وتزودها بالأكسجين والغذاء اللازم. ففي ذلك الوقت كان تفسير كهذا جدا مقنع، بحيث أن العلماء لم يكن بين أيديهم أي نموذج، سواء نموذج للدماغ أو صورة واضحة لأجزائه ومكوناته. ولكن سنة 2014 أصدر فيلم سمي بلوسي. هو فيلم يتحدث عن فتاة في العشرينات من العمر اختطفت من طرف عصابة زرعت في بطنها مادة زرقاء، فانفجرت تلك المادة وانتشرت لكافة جسمها قاصدة الجهاز العصبي، فساعدت الدماغ أو بالأحرى الجهاز العصبي التنقل بسرعة الضوء والرجوع إلى الماضي أيام السحيق أو فترة السحيق وفترة الانفجار العظيم. هي نظرية تثير الحماس، فكل منا لديه رغبة خارقة كما حدث في الفيلم، لكن هو محض خيال.
دعونا نستدعي هذه الرغبات الدفينة للواقع. ماذا سيكون بمقدورنا فعله؟ لنعود إلى الواقع. للأسف أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن كل أجزاء الدماغ وخلاياه تستخدم 100%، وذلك بفضل الأشعة المغناطيسية التي ترينا أو تصور لنا أن كل جزء من أجزاء الدماغ هو في حركة دائمة. قلت أن الدماغ في حركة دائمة، ولم أقل أن كل أجزاء الدماغ تستخدم في آن واحد. هناك فرق كبير. الشيء الذي يمنعنا من ذلك هو جسمنا نحن، لأننا وبكل بساطة سنشعر بإرهاق شديد، فيتطلب استخدام كافة أجزاء الدماغ في آن واحد الدورة الدموية التي بأجسامنا بأكملها، ولا يوجد أي غرض تطوري لذلك. من يعلم ماذا يخبئ لنا المستقبل؟ لقد طرحنا تساؤل في بداية الفيديو عن تساوي الأذكياء والأغبياء، فهل هذا صحيح؟ طبعا لا، الفرق بسيط، هو المثابرة كما قال توماس إديسون. 1% هي تخص العبقرية، و99% تخص الجهد والمثابرة. وإذا أردنا توسيع قدرات دماغنا، يجب أولا أن نبدأ بأجسامنا، الرياضة، الأكل الصحي، التأمل. أما بخصوص الدماغ فيمكن أن نتحداه كتعلم لغات جديدة فأكثرها سينفعك لن يضرك، أو أيضا لعب ألعاب تتحدى العقل مثل السودوكو وغيرها. فأي شيء يتحدى جسمك أو دماغك فهو مفيد لك بلا شك.